السلام عليكم ورحمه الله. متابعي قناه شو تي في، كيف كتشوفوا حنا كنتوز الان في امام مكان الشحن بمطار محمد الخامس. هاد الساعه اللي توصلوا بعض العائلات بجثامين ديال العائلات ديالهم رحمهم الله، فانا الان مازال في انتظار الاجراءات ديال نازل الامن باش ينقلوا هاد الجثامين. حاولنا توصلنا مع بعض العائلات اللي قلت لنا انا جاوا باش يشوفوا يديو الام والابنه ديالها اللي كينحضروا من مدينه مكناس. انا كيف كتشوفوا الاجراءات هنا كتطلب واحد الوقت طويل من طرف الدرك الملكي والناس المسؤولين ديال المطار والطبيب. حسب المعلومات اللي توصلنا بها دابا، لان حتى الصباح ان شاء الله باذن الله عشان يتم تسليم الجثث من بعد ما يتموا صاحب السيارات نقل الاموات باش يقاد الوثائق المطلوبه. تغمدهم الله برحمته، والله يصبر العائلات ديالهم، الله يصبرهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. حنا شفنا العائلات، عندنا العائلة اللي كتنحدر من مكناس، الله يصبرهم اللي كانوا بهذه الحالة مسكن، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهمتي، باش كتكون عندك وليدات خدامين أولا مسافرين حتى كتجيك الخبر بهذه الفجعة. الحمد لله هذا قدر الله، الله يرحمهم. حتى الاجراءات راه كتطلب وقت. اللهم امين اخويا هشام، اللهم امين، الله يصبرهم ويرحم جميع اموات المسلمين. العائلة اللي كاينين دابا واحد العائلة ديال الأم والبنت ديالها اللي لقاو مساكن المصرع ديالهم في الزنزال اللي ضرب تركيا، وكينحضروا من مدينة مكناس. الله يرحمهم، نتمنى الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، والله يصبر العائلة ديالهم والأهل ديالهم. شكرا متابعي قناة شو تي في اللي كيقدموا التعازي لهذ العائلة. نتمنى لهم الله المغفرة والرحمة. إنا لله وإنا إليه راجعون، والله يصبر العائلات ديالهم. لان الاجراءات ماشي سهله، الاجراءات هنا راك عارف اجراءات ديال شي حد ميت يجي من برا
كتكون فيها شنو ولا من الافلام لي إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يصبر العائلات ديالهم، والله يرحم جميع أموات المسلمين. اسم العائلات ديالهم مساكن المصابرين، ماشي بالسهل باش تشوف تكون عندك بنيه وبنتها في برا حتى يجيك الخبر بان الوفاه ديالهم. الله يصبرهم، لله ما اعطى ولله ما اخذ، هذه سنه الحياه. إنا لله وإنا إليه راجعون. السي عصام راه كاين واحد العائلات ماتوا في تركيا، غادي يجيبوهم، راه سي العنوان وكتشوف الناس كيتجاوبوا معاهم.